أنتم الآن على راديو خذ نصيحتي، خذ نصيحتي .com/radio. ونوع السمع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. برنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. الله أقام سماء، بنى الأكوان، وضع الميزان، وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان، لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان، لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان. القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه، يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه، قام الميزان فما أرقى قانون الله، عدل إحسان. أنتم الآن على راديو خذ نصيحتي، خذ نصيحتي .com/radio. تستمعون الآن إلى خلاصة الحياة. السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا بكم مستمعي راديو خذ نصيحتي، معكم رضا محمود، كل يوم في رمضان الساعة 12 بالليل بتوقيت مكة المكرمة في برنامج خلاصة الحياة. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. موضوع الحلقة، موضوع حلقتنا لليوم بتكلم عن عمل الخير. عمل الخير زي ما هو معروف له وجوه كثيرة، له أسباب كثيرة، كمان له مصاريف كثيرة، لكن حابين اليوم نتكلم مش عمل الخير كعمل خير، مش كأنه عاوزين الناس تمشي تعمل خير وكده، لكن حابين نتكلم عن جانب مهيب جدا من الناس اللي بيحبوا عمل الخير ده، من الناس اللي بيسعوا فعلا انه يعملوا خير. حابين نقول لهم انه لو انت الحاجة اللي بتحاول تقدمها دي لانك بتقدمها لله سبحانه وتعالى، فانت اكيد بكل تأكيد ما مستني جزاء، ما مستني شكور او شكر من الناس، لكن في بعض الاحيان بتلاقيهم نوع كده من انه طيب انا بعمل خير، بعمل حاجة لله، بعمل حاجة دي كمان عشان اساعد الناس واخدمهم فيها، لي انا ما بحس بممكن تقدير منهم، ما بحس بحاجة اتجاه الحاجة انا بقدمها دي فعلا. ممكن كده يجيوا الشيطان ويقول لهم انت كأنك قاعد تبني في قصر على الشاطئ، بمجرد اي متي اي موجة هيختفي القصر بتاعك ده، ولا كأنك عملت حاجة، لا حتلاقي شي في الدنيا ولا حتلاقي شي في الآخرة. ممكن يجيه كده فترة من فترات يفكر فيها انه انا طيب انا بخدم الناس دي وبعمل ليهم وكل حاجة، لكن يعني ممكن الموضوع ده ربنا ما متقبله، لانه لو ربنا تقبله اكيد كان حيعوضني، اكيد كان حيديني، اكيد كان حيكون وضعية مختلف عن كده، لان الحاجة اللي بحاول اعملها ممكن ما بلقى فيها تيسير، ما بلقى فيها تسهيل من الله، زي ما انا بسهل للناس مفروض انه برضو موضوع يتسهل، مفروض انه مش حياتي ما بسويها يكون في لها صدى، لها تأثير تاني على حياتي. طيب اول حاجة حابين نقول له، مدام انت حابي تعمل الخير ده لله سبحانه وتعالى وفعلا كانت نيتك صافية، نيتك صادقة انه انت بتعمل الحاجات دي لوجه الله، ما عاوز بيها اجر لا من الناس ولا عاوز بيها حاجة في الدنيا ابدا، نقول له ان الله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. دي حاجة من الحياة فعلا بتدي الإنسان ثقة، بتدي الإنسان دافع كبير إنه يكمل وإنه يواصل، إنه أبدا ما يفتكر إنه الحاجة دي ممكن تضيع، إنه حاجة أنت عملتها لله، عملتها لخدمة الناس، عملتها ممكن ناس أنت بتعرفهم، ناس ما بتعرفهم كمان، أنت عامل حاجة لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إنه أجرك ده ما بضيع أبدا، ما بضيع، يا عمد عوضك له في الدنيا يا إما حيديك له في الآخرة مضاعف، يعني أضعاف أضعاف ما كنت أنت متوقعه. والآيات كثيرة جدا في الموضوع ده، الآيات جدا واضحة وبينة، والحديث كمان جات كثيرة في الحتة دي، إنه أنت مدام تعمل حاجة لله فأكيد ربنا حيكرمك وحيعوضك أكثر مما أنت كنت متوقع. لكن في شروط، في حاجات كده أنت مفروض تتبعها وتعمل بها فعلا، لأنه أي واحد بيتعامل مع الله لازم يتعامل بإخلاص تام، ولازم يكون عنده ثقة تامة تامة جدا في الله سبحانه وتعالى إنه حيكرمه وإنه حيديه حاجة أبدا ما كان في حسبانه إنه يتحصل عليها. ومع السماع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. طيب حابين نبدأ معاكم بقصة، قصة بسيطة كده نسمعها ونرجع تاني نعلق عليها ونشوف برضو القصة دي مع بساطتها الشديدة إلا إنه بتدينا عمق ومعنى كبير جدا حابين نتعلمه سوا اليوم، ونقدر برضو نعلق على الموضوع ده. يأخذ عطاؤه من بيت المال 60 دينارا، وهو راجع ابن أخوه يلاحظه، يجده مرة على كم بيت كده، ده 5 وده 3 وده 7 وده 10، يرجع بدون 60. ابن أخي يراقبه، طب عمي ده عالم، لا له مهنة ولا هندسة ولا طب ولا تجارة ولا غيره، من أين يأكل؟ فمرة تجرأ الولد وسأل عمه، قال له يا عماه، قال له أراك توزع عطاء بيت المال كله، فمن أين تنفق؟ قال والله يا بني عودت ربي عادة وعودني ربي عادة. شو الدلالة على الله عند عباد الله؟ عودته أن أنفقها على الفقراء والمساكين، وإذا رجعت إلى بيتي عودني أن أراها تحت الوسادة زي ما هي. ربنا مش عايزه كمان يشيل ويحمل، لا ده حملها عنه. فابن أخوه عمل إيه؟ قال طب وإحنا ليه يعني، وعمي ده مسلم وأنا يعني كاثوليكي يعني، وأنا برضو مسلم زيه. أخذ العطاء وزع وزع، يرجع يشيل الوسادة، يشيل المرتبة، يشيل السرير، يشيل بيته، يشيل دماغه. راح يسأل عمه، قال له يا عماه، أنا أصنع ما تصنع ولكني لا أجد ما تجد. قال يا بني، أنا أصنعها بيقين وأنت تصنعها بتجربة، والله لا يجرب معه، الله لا يقع تحت التجارب، ولا المعاملة مع الله تقع تحت التجارب، يا يقين يا شك، اللهم اجعلنا من أهل اليقين. أم الكليم عندها طبع إنساني يمنعها من إلقاء ولدها، وعندها شرع رباني يأمرها بإلقاء ولدها، فألقت خلاص. أول ما وصل إلى الكليم، من الذي يمنع فرعون الذي أمر بقتل كل ولد من بني إسرائيل أحد إلى العناية الإلهية؟ العناية الإلهية توضع بطريقة غريبة، غلالة حب توجد في قلب أسى امرأة فرعون، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وخلاص القضية انتهت بهذه المحبة التي يقول فيها ابن قيم الجوزية سبحانك مقدر الأقدار، ولد من غير أم يسير إلى أم من غير ولد، تحوط كلاهما أو تحوط كليهما العناية الإلهية، سبحانك يا مقدر الأقدار. هي كده 30 سنة بدأت بإيه؟ الولد بدأ يصرخ عايز يرضع، عمرو فرعون ملكي، هاتوا كل المراضع اللي في القطر المصري،
كل مرضعة تأتي يرفض الطفل موسى أن يأخذ ويلتقم ثديها، يأبى. وبعدين واحدة تانية تأبى، أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون. المهم تعالي يا أم، تعالي يا مرضعة أنت. فرعون واقف، موسى أول ما وجد ثدي أمه التقمه. يا الله، فرعون مش غبي، قال لابد أنها أمه، شكلها أمه كده، هل أنت أمه؟ قالت أيها الملك إننا من قوم لا يرفض أثداءنا الأطفال. هي أي طفل مصري مش مصري مقيم على أرض مصر ضاع على صدري وشوف النتيجة. عملوا اختبار وجد أن كل طفل يحب أم موسى يرضع منها. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يعيش 30 سنة فترة تدريبية عجيبة حتى يعلم ثقافة القوم وثقافة القصور. ومع السماع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. فرق كبير جدا ما بين الإنسان اللي بيعمل عمل الخير وبيعمل الحاجة اللي ممكن يستفيدوا منها الناس عشان رد الفعل بتاعهم، عشان الإعجاب اللي بيشوفه في عيونهم، عشان الراحة الممكن بيحس بها، وبين الإنسان التاني اللي بيعمل الحاجة دي لوجه الله سبحانه وتعالى، بيعملها كده إنه مخلص لله، إنه عاوز أجره ده من الله سبحانه وتعالى، ما عاوز أي حاجة تانية من إنسان ولا عاوز أي حاجة تانية في الدنيا، عاوز نمشي الآخرة يكون عنده رصيد عند الله، يكون عنده محبة من الله سبحانه وتعالى يقدر يدخل بها الجنة، يقدر يسلم بها من النار. فرق كبير جدا لما تكون واثق في جزاء الله لك، ولما تكون بتجرب، لما تقول أنا ما خسران حاجة، خليني أحاول، خليني أعمل كده وأشوف، شوف النتيجة. لا، أنت لازم تكون متأكد 100% وواثق جدا إنه ربنا حيكرمك، واثق جدا إنه أنت في معية الله، إنه أنت مع الله، إنه أنت يد من أيدي الله سبحانه وتعالى بتحاول تساعد بها الناس في الدنيا. ممكن تكون ما عندك قدرات كبيرة، لكن قدر اللي عندك، قدر اللي أنت بتقدر عليه بتشتغل وتحاول تكون إنسان مفيد لبلدك، مفيد لوطنك، مفيد لجماعتك، تعمل الخير ولو كان صغير. الإنسان من المفروض إنه أبدا ما يستحق عمل الخير ده مهما كان، مهما كان، كان صغير، كان كبير، كان مع إنسان، كان مع حيوان أكرمكم الله، أبدا ما يستصغره. إنسان بغي، يعني بغي، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أكرمه في كلب شربته موية دخلت بها الجنة، ربنا غفر لها ذنوب هذه واستقام حاله بعد كده ودخلت بسبب الموضوع ذا الجنة. سقط كلب بس إن ما عمت حاجة كبيرة، ما عمت حاجة ضخمة. واحدة تانية، واحد تاني دخلوا النار في هرة حبسها، لا خلاها تأكل ولا جاب لها أكل. الحياة الصغيرة صغيرة دي ممكن في نظرنا تكون صغيرة، لكن كل ما أنت خلصت بها، كل ما كان بتعملها فعلا من قلبك أنت، ربنا عنده حاجة دي كبيرة جدا وبتضاعف عنده سبحان الله. ربنا بيربي لك الأعمال الحسنة دي، لما تجي يوم القيامة تلقى حاجات أنت ما متوقع أنه الحاجة البسيطة دي هي اللي جابتك الأجر ده كله، هي اللي خلتك في المكانة دي كلها، هي اللي رفعتك الرفعة دي كلها. سبحان الله، ممكن أنت عملت حاجة قبل 10 سنوات تلقى ثمرتها اليوم، قبل 10 سنوات تلقى ثمرتها اليوم. فعلا بيحكى أنه كان في واحد جاء لقرية وكان تعبان جدا وعطشان وجيعان وحالته كانت صعبة جدا، وما في جيبه إلا كم مبلغ بسيط جدا من المال. فدق أول باب، طلعت له بنت صغيرة، استحى منها إنه قال أنا جيعان، قال أنا عطشان جدا وعايز أشرب موية. فلما شافت هيئته كده باين عليه إنه تعبان وجيعان وحالته صعبة، فمشت جابت له روب. تمام، الرجل ده من لهفته ومن جوعه شال الروب ده بيجي يشرب فيه بطريقة يعني بتبين فعلا انه تعبان وجيعان جدا، حتى بقى الروب تصب على ملابسه وعلى هيئته. فبعد ما خلص شكره وحاول انه يديها الكم ريال اللي عنده دي في جيبه انه يديها لها جزاء لما فعلت، الا انها قالت له نحن في بيتنا تربينا انه ما ناخد اجر المعروف،
أجر الخير عمل الخير، إذا تربينا إنه ما نأخذ له أجر، إنه نعمله لله سبحانه وتعالى. أعجب جدا بها، أعجب جدا بتربيتها بالناس اللي فعلا حرصوا إنه يزرعوا فيها الحاجة دي ولو كانت في حاجة بسيطة. الراجل ده مرت السنين ومرت الأيام ومشت، الراجل ده بقى دكتور كبير في مستشفى، وذبيه تجيب واحدة فتاة محتاجة لعلاج وما في مكان يتعالج ما تتعالج فيه إلا المستشفى دي. فلما نعرف إنها من القرية الفلانية قاعد يسأل فيها ويسأل ويسأل لين ما عرف إنها هي من نفس البيت اللي أكرموه قبل كده، وصفت له البيت وصفت له المكان، عرف إن هي نفس البنت اللي كرمته وجابت له الروب ده قبل كده. أشرف الدكتور مع إنه بقى حاجة كبير في المستشفى إلا إنه أشرف على علاجها بنفسه، حرص إنه يكون واقف بنفسه على كل حاجة بتجري للبنت دي، كل حاجة ممكن تحتاج لها يقدم لها بمساعدة. الموضوع كان لما جات الفاتورة بتاعت المستشفى كانت مبلغ كبير جدا. طبعا هي حالتها عادية، حالتها يعني ما بتقدر تتحمل مبلغ زي ده. فسبحان الله جاب الفاتورة وكتب عليها انه الفاتورة سددت بشربة لبن قبل 10 سنين او اي ما كانت المدة دي. بحاجة بسيطة انت ممكن تقدمها اليوم تحصل على ثمرتها بعدين. المهم في الموضوع كله انه انت ما تفكر في الصدى اللي حيجيك شنو، في العائد اللي حيجي من عمل الخير ده شنو، لكن فكر فانه انت بتعمل الحاجة دي لله وسيبها على الله. انت دائما مدام امورك مع الله امورك تمام، امورك في السليم، انت في عناية الله ابدا ما بتضيع ابدا، مهما عملت ومهما سويت ومهما كنت، مدام انت مع الله سبحانه وتعالى ما حتضيع ابدا وما حيضيع لك عمل انت عملته من خير. في واحد من الناس في قصة الصخرة، القصة مشهورة جدا طبعا، كان في 3 ماشيين مع بعض ونزلت عليهم أمطار غزيرة جدا فاحتموا بغار، دخلوا جوا الغار ده، بمجرد ما دخلوا قفلت عليهم صخرة باب الغار. حنذكر منها الحاجة اللي بتهمني في الموضوع ده، انه كل واحد فيهم اتفقوا انه كل واحد فيهم يقول احسن عمل هو عمله في الدنيا دي، وبيحسب انه الله سبحانه وتعالى يعني بيجازيه عليه، ويدعو به الله سبحانه وتعالى انه ربنا يفرج عنهم. ناس ماشيين في صحراء وقاعدين جوا غار ومقفول عليهم بالصخرة، والمطر شغال من برا، منو حيجي؟ منو ممكن ينقذه؟ منو ممكن يكون معين لهم غير الله سبحانه وتعالى اللي عارف بكل شيء وعالم بكل الاحوال بتاعتنا، وعالم نحن قدر شنو ممكن بنعاني، قدر شنو بنشتغل، قدر شنو بنجتهد، وقدر شنو ممكن بيجينا، وقدر شنو بنصرف، والحاجات دي كلها. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. كمان كل واحد فيهم قال ارجع عمل ممكن ربنا يكرمه به ويفتح لهم باب الغار ده. الشاهد هنا في القصة دي ان واحد منهم كان دائما من عادته بيجي بيحلب لأبوه أمه الحليب، بيجيبوا لهم ويبردوا ويجيبوا لهم عشان يشربوا. اليوم ده كان اتأخر شوية برا، فلما جاء جاب لهم الحليب وبردوا وكل حاجة، جاي يشربوا لهم لقاهم نايمين، فبيجي واقف على راسهم لحد ما يصحوا عشان يديهم الحليب ده يشربوا. أثناء ما هو واقف جو أطفاله برضو عايزين يشربوا، لأنه كان من عادته يشرب أبوه أمه أول، بعدين بيجي لأولاده أو زوجته هو. فأولاده بيجوا يبكوا على رجلين وأحساس عايزين يشربوا، أولاده صغار ما بيفهموا الكلام ده، عايزين يشربوا، عايزين ينوموا، عايزين يتعشوا، بالنسبة لهم ده كان عشاء. الرجل ده واقف على راس أبوه أمه لحد ما صحوا تاني يوم الصباح بنفس الهيئة بتاعته، بنفس الوقفة بتاعته، أولاده ناموا عند رجلين تحت وهو واقف مستني أبوه أمه عشان يصحوا عشان يكرمهم. طبعا ده من البر، من البر ومن حسن الصنيع اللي بيصنعه الإنسان للإنسان، بغض النظر هو كان أبوه كان أخوه كان صديقه كان أي مكان بيدخل فيه أبواب كثيرة، لكن بهمنا هنا فعل الخير والحرص على فعل الخير بالطريقة الصح. فلما قال الكلام ده ودعا الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لهم، فرجت شوية من الصخرة، وكذلك الاثنين الباقيين كل واحد فيهم قال العمل، وإلي ما فتحت الصخرة وطلعوا، ربنا نجا من الموضوع ده. لكن البهمنا في الموضوع ده انه الشخص ده نفسه احيانا اللي بيعمل الخير ده وبيشتغل في الخير وبيحاول انه يكون من دعاة الله في الارض، انه انسان خير بطبعه، بيحب الخير بطبعه، بيحب الخير للناس، برضو بيتوقع انه مدام هو بيخدم فربنا بيسهل اموره، لانه حب الاعمال لله انه سرور تدخله على قلب
مؤمن أو على قلب مسلم أو على قلب إنسان، المهم إنك أنت تعمل فعلا حاجة فيها خير، فبالتأكيد يجيك مردود من الخير بتاعك ده أنت بتعمله ده، أنت برضو حتكون بتحصل على الخير ده. ربنا بيسهل لك أمورك، بيسهل لك حاجاتك، لكن ربنا له حكمة في أموره كلها. أحيانا بيكون في ابتلاء، أحيانا بيكون في اختبار، أنت قدر شنو ممكن تصبر، قدر شنو ممكن فعلا تكون بتعمل حاجة مخلصة لله، ما مستني حاجة منه في الدنيا. عشان كده عاوزين نوجه رسالة بسيطة جدا للناس دي رسالة مخصوصة جدا، انه انت بتعمل الخير ده لربنا، وربنا اكيد حيكافئك عليه، كما في الدنيا حيكافئك عليه في الآخرة، وممكن يجمع عليك بين الاثنين، يكافئك في الدنيا وفي الآخرة، ممكن يتملي لبكرة ويتم بكرة بعده، وهكذا حتكمل في الخير ده، ربنا كمان حيكرمك وحيكمل معاك أكتر وأكتر. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أنت بتدي الله سبحانه وتعالى اليوم من عمل، يعني أنت بتعمل حاجة لوجه الله سبحانه وتعالى، فأنت كأنك بتقرض الله قرض حسن، وربنا سبحانه وتعالى بينمي لك القرض، بينمي إليه ما تيجي يوم تحتاجه ويديك له أضعاف 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 كثيرة جدا، حتى إنه سبحانه وتعالى يقول لك ربنا إذا أعطى أدهش، يعني ما بديك حاجة كذا قدر لك الغرض وخلاص، ما بديك حاجة كذا على قدر اللي أنت محتاجه وخلاص، ربنا إذا أعطى أدهش، بيدهشك بعطائه لدرجة إنك تكون في غاية من السعادة وفي غاية كمان من الاندهاش الشديد، إنه دشنو ده كله. يعني سبحان الله، عمل الخير مهما كان بسيط، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني أنت أقل ما كان سبحان الله ربنا بيتقبله وبينمي لك إذا كان في عندك إخلاص، عندك فيه ثقة في الحاجة أنت فعلا تعملها دي. في كلمات بسيطة كده، عاوزين نطلع فاصل بسيط كده ونرجع ونقولها كده إن شاء الله، عاوزين تستشعروا معنا بس جمال الكلمات دي وجمال صياغتها، لأن وصلتنا من شخصية مميزة جدا عندنا، حابين إن نقولها لكم وتستشعروا معنا برضو جمال الكلمات دي. الله أقام سماه بنى الأكوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان. القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة. القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان ميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان أمان أمان أقوى بنيانا وضع الميزان. بشر ننتشر بهذه الأرض لنا أدوار
كل يسره الله لأمر في الأقدار، نتكامل فيما نحسنه والحب شعار، نبني للأمة نهضتها والمجد قرار. بشر ننتشر بهذه الأرض لنا أدوار، كل يسره الله لأمر في الأقدار، نتكامل فيما نحسنه والحب شعار، نبني للأمة نهضتها والمجد قرار. لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان، ورضا وأمان، لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان. ورضا وأمان، لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. تستمعون الآن إلى خلاصة الحياة. الرسالة الجميلة دي وصلتنا بتقول: ألا ينسى لك ربك كل لحظة سعيت فيها لسعادة أحد وأنت المخنوق من حزنك، لن ينسى جودك وبذلك لأشياء تحبها ولم يبذلها لك أحد في يوم، لن ينسى خطوتك لجبر المؤمنين وأنت المغمور بكسورك، سترى كيف يصنع الشكور بهذا كله، ما كان ربك نسيا. نبي الله يونس لما ابتلعوا الحوت قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عنه: فنادى في الظلمات. وبرضه من شدة الظلمات غير ظلمة الحوت كانت ظلمة الهم، من أشدها ظلمة الهم، قال الله تعالى عنه: ونجيناه من الغم. فتفاءل أيها المحزون والذم دعاء ذنون. دعاء ذنون كان: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ليك تجد ما وعد ربك عندما قال في كتابه: وكذلك ننجي المؤمنين. ولأن الله سبحانه وتعالى لطيف، لطيف بعباده، لطيف بخواطر عباده، وأبدا لا يمكن أن يشوف خاطر من خواطر عباده مكسور ولا يجبره. نخطو خطوة وتليها الأخرى نحو طريق لا ندري ما يخبئ لنا، لكن بداخلنا مؤمنين بأن الله كتب لنا حياة كلها خير. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. زكريا بشر بغلام على كبره، على كبر بولده البكر، وامرأته كانت عاقر لا تلد، فما بينك وما بين تحقيق ما تتمنى إلا دعوة مستجابة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إن طاقت دنياه يردد: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. لا تكره شيئا اختاره الله لك، فعلى البلاء تؤجر، وعلى المرض تؤجر، وعلى الفقد تؤجر، وعلى الصبر تؤجر، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. ومع السماع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. طيب وصلنا للفقرة المستنينة كتير، وهي فقرة السؤال حق اليوم، والمسابقة كان بتقول فيها عاوزين نقرأ لكم السؤال ونشوف برضو الإجابة الصحيحة. لكل الناس بتابعونا عن طريق اللايف في الفيسبوك، أو لكل الناس بتابعونا عن طريق الراديو، بنقول لهم ممكن تنضموا لنا الآن في اللايف عبر الفيسبوك حتى تشوفوا السؤال مطروح أمام المشاهدين اللي بيشاهدوا لنا عن طريق اللايف، وبرضو نشوف الناس اللي جاوبت الإجابة الصحيحة ونعمل بيناتهم إن شاء الله الجرعة. للفائز حيكون معانا إن شاء الله في السحب بتاع اليوم، على السحب بتاع فرحنا إن شاء الله آخر شهر رمضان المبارك. كان السؤال بيقول: من أول من حاول الطيران ونجح؟ يعني واحد حاول الطيران فعلا ونجح فيه فعلا. كان الأجوبة كان عباس بن فرناس أو الإخوان رايت أو كليمان إدر. طبعا الإجابة الصحيحة كانت هي الإجابة الصحيحة كانت هي عباس بن فرناس، لأنه حاول الطيران قبل الإخوان رايت بألف سنة، لكن مع الأسف في بعض الناس كان بتكون فيها أخبار مغلوطة عنه أنه حاول الطيران وتوفى في محاولته دي، إلا أنه كان حاول الطيران فعلا وطار، حتى قال لك قرب أنه يختفي عن أنظار الناس اللي كانوا موجودين،
ففعلا هو أول من حاول الطيران ونجح فيه فعلا، طار بشكل سليم، إلا أنه كان نسي حكاية الديل بتاع الطيور ده اللي بيتحكم في التوجه وبيتحكم في أنه كيف يقدر يهبط، مما أدى لسقوطه بعدين وتكسر عنده كم ضلع كده، لكن كان عايش وتوفى بعدها بسبع سنوات. طيب الإجابات كان عندنا على صفحة خذ نصيحتي، كان الأخ بنان الطيب جاوب إجابة صحيحة، الأخ بنان الطيب هناخد اسمه حتى يدخل معانا في السحب بتاع اليوم عن طريق مجتمع خذ نصيحتي. كان في الأخت يارا، الأخت يارا اليوم ما شاء الله يعني مجتهدة معنا جدا، شفت اسمها في أكثر من مكان. الأخت يارا عماد الدين جابت إجابة صحيحة، برضو الأخت أميرة العشرين، الأخت أميرة العشرين جابت إجابة صحيحة. بحب أأكد على كل الناس اللي جاوبوا معنا إجابة صحيحة لازم يكونوا مشتركين معنا عن طريق صفحة أفراحنا، برضو عن طريق لايك عن طريق صفحة أفراحنا، وبرضو لايك على صفحة خذ نصيحتي، وبرضو الناس اللي معنا في وصف لي لازم يكونوا أعضاء في وصف لي حتى يكون في تفاعل أكثر. الأخت نعمل أهدر برضو جابت إجابة صحيحة، عباس بن فرناس أخذنا الاسم بدل ما نأخذ اسمها هي. طيب نأخذ الاسم بتاع الأخت نعمل أهدر حتى تدخل معنا في السحب بتاع اليوم. طيب عندنا كمان اسم مصطفى، كان ده الفايز معنا في الحلقة بتاعت أمس طبعا، ما شاء الله ما زال مواصل معنا. طيب خوش معنا برضو اسمه في السحب بتاع اليوم إجابة صحيحة. الأخ أحمد عثمان الإجابة عباس بن فرناس. طبعا نحن زي ما قلنا قبل كده كل الناس اللي بتعمل منشن لأصحاب إنه يجاوبهم كمان ده حيكون عندهم فرصة أكبر في الموضوع بتاع السحب بتاع أفراحنا، حيكون داخلين بأكتر من اسم إن شاء الله، لأنه بيزيدوا كده من فرصهم في الربح بتاع الجائزة الكبير بتاع أفراحنا إن شاء الله. حابين برضو نشوف الجماعة اللي كان جاوب عن طريق جروب وصف لي، الراعي برضو الإعلامي بتاعنا جروب وصف لي، حابين نشكرهم حابين نقول لهم صراحة ما قصرت معنا في الموسم بتاعنا ده، كانوا مجتهدين معنا جدا واتاحوا لنا فرصة كتير انه ننشر عن طريقهم. طيب الأخ صراحة الاسم شوية سابر علاء الدين، عذرني صراحة ما فاهم ما قدر اقدر اسم بشكل صحيح، لكن اتمنى تكون برضو من الفائزين معنا اليوم. الأخت يارا برضو هنا مشاركة ما شاء الله، ده كان كله عبارة عن دعم للبوست بتاع السؤال. طيب حابين برضو نشوف منو تاني شارك معنا هنا، في مشارك معنا برضو إجابة صحيحة هنا، المايسترو بوب، المايسترو بوب برضو جاب إجابة صحيحة يخش معنا اسمه في السحب. شوف تاني فيه أحد، الأخ مصطفى عماد عباس بن فرناس برضو من الناس اللي بيعطوا منشن، هذه الناس حابين نشكرهم كتير. طيب صراحة بعد كل الدعم ده لكل اللايكات دي كل الوستات دي مفروض الأخت يارا تاخد جايزة بدون كمان سحب عليها. طيب كده وصلنا للناس كل الناس اللي جاوبوا معنا إجابة صحيحة، كان عددهم مصطفى عماد ومايسترو بوب وعلاء الدين وأحمد وأسامة وقسم مصطفى ونعمل أهدل وأمير العشرين ويارا وبنان الطيب. طيب هنعمل الجراح نبدأ بسم الله، شوف منو فايز معنا اليوم ونخش معنا السحب بتاع أفراحنا. متمني للجميع المايسترو بوب، المايسترو بوب هو الفايز معنا اليوم، متمنين للجميع انه يكونوا فايزين معنا دائما. حابين نقول لهم صراحه بالنسبه لنا احنا وجودكم معنا ده براو جايزه لينا، كمان جايزه للسؤال المسابقه بتاعتنا وجايزه لبرنامجنا انكم تشاركوا معنا، هذه حاجه جميله جدا. المايسترو بوب حابين نقول الف الف مبروك، انت اسمك دخل معنا في السحب ان شاء الله، هيكون في السحب ان شاء الله نهايه شهر رمضان مبارك. طيب حابين نرجع كمان للموضوع بتاع الحلقه بتاعنا ونشوف كمان تعليق بسيط كده ونختم إن شاء الله رب العالمين. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. وصلتنا برضو عن طريق الواتساب بتاعنا بتاع الصفحة برضو رسالة جميلة كمان حابين نختم بها، حابين نشكر في البداية كل واحد بيعمل الخير، كل واحد بيعمل الخير لمجرد انه حاب يعمل الخير، حاب انه يكون له دور فعال، حاب انه يكون له رصيد في الآخرة،
سبحان الله في الأيام كمان المباركة دي، في الأحلى في العشر الأواخر من رمضان، حابين نشجع الكل، حابين نشجع الجميع إنه مهما لقيت فرصة إنك تعمل فيها خير ما تخلي واحد تاني يسبقك ليها، ما تخلي واحد تاني يتقدم عليك بالحاجة دي، لأنه في أيامه في الأيام المباركة دي وفي كل الأيام بتاعت الإنسان بتكون دائما مباركة بأفعاله بأعماله بالحاجات اللي بيقدمها من خير للناس. حابين نختم برسالة حلوة دي بتقول فيها: رسالة من قلبي إلى قلوبكم، قد تكتم أحزانك عمن تحب حتى تبقيهم سعداء، وقد تجبر نفسك أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة، ولكن إلى متى؟ إلى متى ستبقي الجرح والحزن والهم في قلبك؟ قل لي إلى متى؟ حين تضع جنبك على وسادتك قد تنذرف دموعك حتى حين لا يراك أحد، لأن هذا القلب لا يحتمل. لا تحزن، فرب هذا الكون يسمع أنين قلبك، وإن أخفيته عن كل البشر فلك رب رحيم. ومع السماع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. أكيد بكده يكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا لليوم. عمل الخير حاجة مميزة جدا، وكل إنسان بيعمل خير ده مميز أكتر كمان سبحان الله. فربنا بحب الناس اللي بتعمل الخير وبتبذل الخير لوجه الكريم بدون أي مقابل. ممكن يكون ربنا يجزيك به في الدنيا، ممكن كمان يجزيك به في الآخرة، ممكن يجمع لك بين الاثنين. وبرضو كمان خلي في بالك دائما إنه أنت بتعمل الحاجة دي لوجه الله سبحانه وتعالى، وبالتأكيد ربنا إذا مدك لها اليوم هديك لها بكرة أو بعد فترة، بس لازم تكون في بالك إنه أنت بتعمل حاجة دي لوجه الله سبحانه وتعالى ما عشان أي حاجة تانية. حابين نشكركم، حابين نشكر كل الناس اللي شاركونا، كل الناس اللي دخلوا معنا لايف وبدون تعليقات جميلة جدا، دائما بيكونوا محفزين لنا نكمل ونواصل ونبدأ أكتر وأكتر إن شاء الله. في الأيام الجاية هتشوفوا تطورات أكتر إن شاء الله رب العالمين، ربنا يكرمنا ونكون دائما على حسن ظنكم، والحاجة اللي بتحبوها إنه تكون عليها نحن كمان بنحب نواصل ونحب تتواصلوا معنا، وتكون دائما أن نلقاكم على خير. في أمان الله، إلى حلقة جديدة إن شاء الله، مع السلامة. ومع السماع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان. القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه، يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه، قام الميزان فما أرقى قانون الله، عدل إحسان يتنامى وبناء حياة. القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه، يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه، قام الميزان فما أرقى قانون الله، عدل إحسان يتنامى وبناء حياة. لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان، ميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان، أمان أمان أقوى بنيانا. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية.